مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم الى لقاء جديد في برنامج حوار المستقبل. تشير الاحصاءات الرسميه والدوليه ان 10% من الفقراء اليمنيين يحصلون فقط على 3% من الدخل السنوي للبلد، و10% من الاغنياء يحصلون على 26% من الدخل السنوي، و35 الى 40% نسبه البطاله، و18% نسبه التضخم، و50% من اليمنيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، أي أن نصف السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، فيما 18% بأقل من دولار في اليوم. وترجع هذه المصادر أن توغل الفساد المالي والإداري وتستر على الفساد والمفسدين هو من أوصل البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي المخيف، وما خفي كان أعظم. حيث أكدت منظمة الشفافية العالمية أن اليمن أصبحت أكثر فسادا في العام 2009 عما كانت عليه في عامي 2007 و2008، حيث احتلت اليمن المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، وأيضا تراجع اليمن من المرتبة 103 إلى المرتبة 121 بين 171 دولة في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2010 والذي أصدرته مؤسسة التراث الأمريكية. وفي تقرير الشفافية العالمية الذي صدر مؤخرا أكد أن اليمن في ذيل قائمة الدول العربية مع الصومال والعراق في الشفافية والنزاهة وغياب الإرادة السياسية لدى السلطة الحاكمة، فيما يقول بعض الخبراء الاقتصاديين بأن خسارة اليمن من صفقة بيع الغاز بأسعار عام 2005 كانت 60 مليار دولار، لكن الخسارة بأسعار 2010 تقدر ما بين 160 إلى 180 مليار دولار، وهذا نموذج واحد على مدى استحواذ الفساد في اليمن. فيما السلطة تقول بأنها اتخذت خطوات عملية في مكافحة الفساد وأنشأت هيئة عليا لمكافحته، كما أن الفساد موجود في كل دول العالم. وهنا نضع عدة تساؤلات: ما أسباب تجذر الفساد في اليمن؟ هل هناك أشكال للفساد في اليمن أم أنه صورة واحدة؟ ما حجم الفساد الموجود في اليمن؟ ما هي مهام وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد؟ هل فعلا أن هيئة مكافحة الفساد اختارت طريق الولاء الأعمى للسلطة كما يرى ضيفنا في هذه الحلقة؟ هل نجحت الهيئة في كشف بعض عمليات الفساد أو في تقديم بعض الفاسدين للقضاء؟ كم تخسر اليمن سنويا من عمليات الفساد التي تحدث في مؤسسات الدولة؟ هل تحولت هيئة الفساد في الدول العربية وفي اليمن إلى أداة قمع بيد الحكام؟ لكن في المقابل، ألا يحسب للسلطة أنها أنشأت هيئة لمكافحة الفساد ومنحتها صلاحية القضاء عليه؟ أليس الفساد موجود في كل دول العالم؟ وأخيرا، ما هو الدور الذي يتعين على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني فعله للحد من ظاهرة الفساد؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسرنا أن نستضيف في حوار صريح الدكتور سعد الدين بن طالب، رئيس قطاع العلاقات الخارجية في الهيئة العليا لمكافحة الفساد سابقا. الدكتور سعد الدين بن طالب مواليد 59، مديرية شباب حضرموت، درس المرحلة الأساسية في عدن والثانوية في سنغافورة، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة عين شمس مصر عام 85، عضو مجلس النواب على المؤتمر الشعبي العام من عام 97 حتى عام 2003، وكان من الأصوات القوية في البرلمان في محاربة الفساد ورفض السياسات الحكومية الخاطئة. عندها في عام 2003 خرج من المؤتمر الشعبي العام وأصبح مستقلا. عمل مديرا للبرامج في المعهد الديمقراطي من عام 2005 حتى عام 2007. عين رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية في الهيئة العليا لمكافحة الفساد في يوليو 2007. وفي يوليو 2009 أعلن تجميد عضويته في هيئة مكافحة الفساد، وغادر بعدها مع أسرته اليمن إلى سنغافورة. عمل عدة دراسات اقتصادية في بريطانيا. شارك في العديد من الدورات في مكافحة الفساد في دول مختلفة، يقيم الآن في سنغافورة. دكتور سعد، مرحبا بك في برنامج حوار المستقبل. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى من قناة سهيل كل التوفيق والنجاح والتنوير. دكتور، سنناقش في هذه الحلقة قضية الفساد وأنواع الفساد وتعريف الفساد وما الذي يحدث في اليمن من قضايا عرضت عليكم أنتم في هيئة مكافحة الفساد، ولكن دعني أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، نبدأ الحوار بعد الفاصل. في البر، في الجو، في البحر، أينما كنت، سبافون تصلك بالعالم. سبافون، أصالة وتواصل.
الويندو حقك يا مدير. الويندو من برافا أول هاتف بنظام ويندوز موبايل بشريحتين وبمزايا الكمبيوتر المحمول. لولا الويندو ما حد رح لعنده. برافا، تقدم نحو الأفضل. المترب، اشتري الجودة وراحة البال. مشاهدي الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حوار المستقبل، وضيف الحلقة الدكتور سعد الدين بن طالب، عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وموضوع الحلقة الفساد في اليمن إلى أين. دكتور مرحبا بك مرة أخرى في برنامج حوار المستقبل، وأشكرك لحضورك معنا في هذه الحلقة في هذا اللقاء الحصري على قناة سهيل الفضائية. بداية دكتور، من خلال خبرتك وتجربتك السابقة في هيئة مكافحة الفساد، ما تقييمك لحجم الفساد المستشري في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقياس الوحيد الذي لدينا الآن هو مقياس الشفافية الدولية وأيضا مقياس البنك الدولي. الشفافية الدولية الآن وضعتنا في آخر التقييم هو عام 2009 في أننا دولة رقم 154 من بين 180 دولة، وبالطبع في هذا المستوى يعني أننا قد دخلنا في مرحلة متقدمة من نوعية الفساد الذي تعاني منه اليمن. لابد طبعا من التمييز بين مختلف أنواع الفساد التي يعاني منها مختلف الدول، حتى إذا عرفنا وشخصنا حجم الفساد ونوعه قبل حجمه يسهل علينا كتابة العلاج وتطبيق العلاج المناسب لنوع الفساد الموجود في اليمن. في الحقيقة هناك أنواع متعددة من الفساد، لكن عمليا يقسم إلى قسمين أساسيين، هو ما يسمى الفساد الكبير والفساد الصغير. الفساد الصغير هو ما يتقاضاه الموظف البسيط أو رجل المرور الذي يعاني من مرتب قليل ويأخذ الرشوة أو يأخذ ما لا يستحقه في تغطية تكاليف معيشته. إنما الفساد الكبير هو الذي يمارسه من صاحب سلطة في الدولة. في التقييمات المختلفة للدول والذي نراه في اليمن والتقارير التي كتبت عن اليمن تضح أن اليمن تعاني من النوعين من الفساد، وهو الفساد الكبير، والتسمية هنا الحقيقية تسميتها بالذات باللغة الإنجليزية state capture، وstate capture في الحقيقة تعني أن هناك من استحوذ على الدولة، أي أن الفساد قد استحوذ، فساد الاستحواذ، الاستحواذ على الدولة، على سلطات الدولة. في هذا النوع من الاستحواذ يمتد الفساد إلى أن يصيب كل السلطات، بمعنى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية. ولا هناك من يخفي بأن كل السلطات في اليمن تعاني من هذا الفساد. المشكلة الأخرى أنه هل هذا الفساد المنتشر في كافة السلطات مترابط وهو مكون من كيان واحد حتى يكون قادرا على الدفاع عن نفسه أم لا؟ والإجابة على هذا هو نعم، إن الفساد في اليمن مترابط وله تكوينات ويستطيع الدفاع عن نفسه تجاه أي مقاومة أو مكافحة للفساد، وهذه الطريقة طبعا بين أعلى سلطة في الدولة أيضا مشتركة في امتداد هذا الفساد.